السلام عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعاده وبصحه. النهارده هيبقى في حلقه مختلفه، هنتكلم على الاخبار اللي حصل في كندا خلال الاسبوع اللي فات. هحاول اعمل الحلقات دي من وقت للتاني، بس لو انت عايزها بشكل متكرر اضغط لايك علشان اعرف بالظبط عدد الناس اللي حابين محتوى زي ده. لو كمان عندك افكار عن الاخبار اللي انت عايز تعرفها عن كندا خلال اسبوع لاسبوع، برضه حاول ان انت تكتبها في التعليقات واحاول ان انا اقراها ان شاء الله، بحيث ان احنا نظبط الحلقات الجايه. هاي الاخبار خلال الاسبوع اللي فات يعني ما كانتش حلوه قوي. حادث عنصري في تورونتو ضد عائلة مسلمة. حسن أحمد عايش في كندا بقاله 8 سنين، وعايش هو ومراته وأطفاله 9 سنين و12 سنة، ودي أول مرة يحصل له حاجة زي كده. هو أساساً عايش في مقاطعة ساسكاتشوان، لكن في زيارة لي لمقاطعة أونتاريو بالتحديد لتورونتو سياحة حصل زي مشكلة. كان بيحاول ان هو يشتري تذاكر، بعدين لما رجع لقى ان في واحد يدفع عائلته وبيحاول ان هو يشتمهم ويقول لهم ان هم يخرجوا بره المقاطعه. الحقيقه ان الحاجه نفسها كلها اتصورت، لكن مش عارفين ايه بدايه الحاجه اللي حصلت، ايه الدافع للشخص ده. هل هو عمل كده من نفسه ولا في حاجه حصلت خلته يعمل كده؟ لكن ايا كان الموضوع، حاجه زي كده غير مقبوله تماما في كندا. العيلة اتصلت بالبوليس اللي جاب على 20 دقيقة، ودي حاجة غريبة، لكن الأغرب ان البوليس جاء وما عملش اي حاجة، ما اعتقلش الراجل، ما وجهلوش اتهام، ما فيش اي حاجة حصلت ظهر لحد دلوقتي. وده كمان اللي ظهر في الفيديو. الراجل كان عمال بيشتمهم، بيقول لهم ان انتم ما تقوليش انا اعمل ايه وما عملش ايه في المقاطعة بتاعتي، ما تسألونيش اي اسئلة في المقاطعة بتاعتي، اخرجوا برا المقاطعة بتاعتي، كلام ده. حادث عنصري في تورونتو ضد اليهود. في تورونتو برضو كان في اعلان معمول خاص بالجالية اليهودية بيتكلموا فيها عن الهولوكوست، يعني كان ندوة او حاجة زي كده يتكلموا فيها عن الهولوكوست. ففي حد جاء وكتب بالسبراي كلمة اهتون. اهتون بالالماني معناها انتباه. الكلمة دي كان العساكر النازيين بيستخدموها بشكل ما، محاولة ان هم يخوفوا اليهود، بيفكروهم بالنازية. استخدام السبراي علشان يتكتب بيها عبارات تخويفية او عنصرية حصلت قبل كده كتير، حصلت في مساجد، حصلت في كنائس، وحصلت ضد اليهود كمان سواء في اونتاريو او في مناطق تانية. جرائم الكراهية مش شرط ان هي تبقى شتائم، انما ممكن كمان تبقى تخويف او ترهيب. المحكمة تدين الشابين اللي اعتدوا على رب الاسرة العربي. الحكاية بدأت في مساجة مقاطعة اونتاريو، لما كان محمد ابو مرزوق رب اسرة عربي في نزهة مع مجموعة ومروحين، فجاء حد وخبط على العربية من ورا وقال له انت ما شفتنيش، انت ما شفتنيش، وقعد يشتمهم لانهم عرب، يشتمهم لانهم مسلمين، يتهمهم بالارهاب وحاجات كتير. المهم محمد ابو مرزوق نزل عشان يشوف ايه الموضوع بالظبط، لكن الحقيقة ان الاخوين دول 19 سنة و27 سنة انهالوا عليه ضرب، ويعني حالته فعلا صعبة جدا في المستشفى. مراته ديانا عطار نزلت علشان تحاول ان هي تنهي الموقف، لكن هي ما قدرتش، ضربوها برضو. جرت ولقت عربية بوليس بتقرب، فحاولت ان هي تستنجد بيهم، ولما رجعت لقيت ان جوزها مرمي في الارض ومليان دم ومتصابات بليغة، والمفروض ان هو هيجري عمليات بسبب الكسور كمان النزيف اللي حصل. في البداية البوليس توقع ان هي جريمة غلط طريق، يعني حصل مشادة بينهم او حاجة زي كده ادت للجريمة دي، لكن بعد كده اكتشفوا ان هي جريمة كراهية. الاخوين اللي من اصل بولندي توجه ليهم تهمتين، وواضح انهم هيشرفوا في السجن سنين طويلة. القانون الكندي ما بيهزرش في الجرائم اللي زي دي. الفكرة ان اطفال محمد ابو مرزوق صغيرين 6 سنين و4 سنين كانوا موجودين في العربية وشافوا المنظر ده، شافوا الخناقة كلها، وشافوا ابوهم هو بيصاب الاصابات البليغة دي، وده طبعا حاجة يعني صعبة جدا على اي طفل. وعلى ذكر الاطفال، العمل الارهابي او حادث اطلاق النار ايا كان تسميته اللي حصل في تورونتو او ده بحياة طفل عندها 10 سنين، كمان شابة عندها 18 سنة، حصل اطلاق نار جماعي ادى لوفاة طفلة وادى لوفاة شابة كمان، واصابة حوالي 13 شخص اعمارهم بتتراوح بين 17 سنة وال 59 سنة. مطلق النار اسمه فيصل حسين عن 29 سنة، واهله بيقولوا ان هو كان مختل عقليا، لكن في تساؤلات كتير ان ازاي واحد عنده مرض نفسي يحصل على سلاح في كندا، لان الحصول على سلاح في كندا مش بالامر السهل. الفكره ان بعد فتره من العمل الارهابي ده او حادث اطلاق النار زي ما الجرايد بتسميه، داعش اعلنت مسؤوليتها عن الحادث، قالت ان فيصل حسين ده كان واحد من
جنود الدولة الإسلامية في سوريا، لكن البوليس الكندي رجع وأكد تاني إن مفيش أي أدلة على صلة بين الشخص ده وبين داعش، وقال إن لما التحقيقات تنتهي ممكن يبقى فيه تفاصيل أكتر عن الموضوع. دي كانت أبرز الأخبار اللي حصلت خلال الأسبوع، أخبار مش لطيفة قوي، بس زي ما قلتلكوا إذا حابين أخبار عموما عن كندا كل أسبوع اعملوا لايك، اعملوا كومنت، لو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب، قولوا لي اقتراحاتكم علشان أنا هنفذها. شكرا ليكم جدا وشكرا لمتابعتكم، ومن هنا الفيديو الجاي دمتم بألف خير، سلام عليكم.